للاهتمام والدعم الصحي للمواطنين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تم افتتاح فرع جديد لمركز ياس للخدمات الحكومية هنا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. تم افتتاح مركز ياس للخدمات الحكومية بالشراكة مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تجتمع كافة الخدمات الحكومية تحت سقف واحد. من تاريخ تأسيس المركز ياس وضعت الإدارة العليا أهداف استراتيجية تطور شركاء الاستراتيجيين وعلاقاتها معهم، وكان من ضمن الأهداف التعاون الوثيق حيكون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينيك. تعتبر مدينة الشيخ شخبوط الطبية من المؤسسات الرائدة اللي بتضم كادر ضخم بالإضافة لمراجعين، وموقع الاستراتيجي حوالين مدينة بنياس، مدينة والشهامة ومدينة شخبوط، بتسهل للمراجعين يجوا يقدموا خدمات ويستفادوا من جميع السيرفس الموجود عندنا. بالإضافة إنه مركز ياس يمتلك كفاءات عالية من الكادر المواطنين اللي نحن بنفتخر فيهم وبيقدموا الخدمة على مستوى عالي، ونحن دائما حريصين على تطوير هالكفاءات هذه واستقطابها والحصول على ناس متميزين. هذا الأمر هو اللي بيعطينا السمعة العالية اللي بتخلي المتعاملين دائما يكون ثقتهم كبيرة في مركز ياس. خدمات اللي نقدمها في المركز اللي هي عبارة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، الجوازات، الهوية الإماراتية، تجديد جواز السفر للإماراتي، ونقدم بعد دائرة التنمية الاقتصادية وخدمات التصديقات الخارجية، ومعانا بعد طبعا الترجمة القانونية. وهي نبذة عن الخدمات اللي ياسين نقدمها في المركز. في إطار استراتيجية حوكمة صحية شاملة مع تشجيع اعتماد أسلوب الحياة الصحي في أبو ظبي، تواصل الجهات المسؤولة في هذا المجال تحسين جودة الحياة في مجال الصحة العامة لتطوير أنظمتها الوقائية للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.